أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن متصف بالشر، لا يتفق مع الواجبات الشرعية،
وهو فعل منكر وسلوك غير صالح أخي في الله. بل حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال فيه: إن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ربما تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، لكن سوء الخلق ماذا يفعل؟ يفسد هذه الأعمال كلها كما يفسد الخل العسل. فاحذر، فاحذر أخي في الله من سوء الخلق، وأوصيكم ونفسي أخي في الله قبل كل هذا. بل هيا لنعرض أنفسنا على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. رب قائل يقول: أنا والحمد لله أتصف بحسن الخلق. ورب قائل يقول: أنا أتصف بسوء الخلق وهذه لا نجدها. لكن الاعتراف، الاعتراف دائما فضيلة. هيا لنعرض أنفسنا، نفسي ونفسك، على كتاب الله وعلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لم نقصد التجريح أخي في الله، لا، بل نريد أن نحذر ونحذر أنفسنا من هذا الخلق يا أخي في الله. هيا مع أول حديث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول: المؤمن إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. هل أنا وأنت من الذين يلفهم الناس؟ هل أنت تألف الناس يا أخي في الله؟ إن كنا أعاذنا الله وإياكم أن نكون من الذين لا يؤلفون ولا يألفون، فلا خير فينا، أعاذنا الله وإياكم من هذا أخي في الله. بل إن الله سبحانه وتعالى، بل إن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: هل أنت ترفق بأهلك؟ هل أنت ترفق بإخوانك؟ هل أنت ترفق أخي بالله بالحيوان؟ اسمع ماذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرزق يحرم الخير كله. فهل حرمانك للرزق، عندما تحرم الآخرين من رزقك، هل هذا من حسن الخلق أم من سوء الخلق؟ أعاذنا الله وإياكم. بل الذي يضر الناس والذي يشعر في شقاء الناس، هل هذا من سوء الخلق أم من حسن الخلق؟ هو أخي في الله من سوء الخلق. يقول لك المصطفى صلى الله عليه وسلم: من ضار ضاره الله به، ومن شاق شاق الله عليه. الذي يسعى في ضرر الناس والذي يسعى في شقاوة الناس يضره الله ويشقيه الله، وهذا أخي في الله والله ليس من حسن الخلق، والله ليس من حسن الخلق في شيء، بل هو من سوء الخلق، أعاذنا الله وإياكم. بل الذي لا يرحم والذي لا يغفر والذي لا يتوب، كثير منا، أعاذنا الله وإياكم، ونسأل الله لنا ولأنفسنا الرحمة والتوبة. كثير منا من لا يغفر لإخوانه زلتهم، كثير منا من لا يتوب على الآخرين، كثير منا من لا يرحم أخي في الله. بل الكلمة المحدودة لدينا: لا رحمه الله، لا غفر الله له، لا تاب عليه، والعياذ بالله. هل هذا من حسن الخلق؟ اسمع ماذا يقول لك المصطفى صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له، ومن لا يتب لا يتب عليه أخي في الله. من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر. من الذي يغفر؟ من الذي يغفر؟ الله سبحانه وتعالى. إن لم تغفر لا يغفر لك، وإن لم تتب لم يتب لك أخي في الله. بل يا أخي، الجفاء، هل الجفاء من حسن الخلق؟ أن تجافي أخاك، أن تبتعد عن أخاك، هل هو من حسن الخلق؟ اسمع ماذا يقول لك المصطفى صلى الله عليه وسلم. حسن الخلق نعرفه أخي في الله جيدا، حسن الخلق يؤدي بنا إلى الجنان، أما سوء الخلق يؤدي بنا إلى النار. والجفاء أخي في الله يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: والجفاء في النار، الجفاء في النار، الجفاء في النار، رواه